بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فيديو قصير إن شاء الله تعالى عن تفعيل خيارات المطورين لهواتف الشاومي بشكل عام وجميع هواتف الشاومي مهما كان نوع الإصدار. بالبداية، ما هو خيار المطورين ولماذا سنحتاجه وخاصة في هواتف الشاومي؟ نعلم جميعا أن خيار المطورين يتم استخدامه لتخطي الحسابات أحيانا، ولمسح الحساب، ولأيضا قفل الشركة، ولتصحيح أخطاء USB حتى يتم دخول الجهاز في وضع ADB، وهو وضع مهم جدا للقيام بعمليات التخطي طبعا من غير وجود انترنت. الآن الشاومي سنقوم بالدخول إلى السيتنج، الضبط بشكل عام، هذا هو الضبط، والدخول إلى حول الهاتف، ومن ثم سنجد إصدار الـ MIUI. سنضغط على هذا الإصدار 7 مرات، 1 2 3 4 5 6 7. سيظهر هنا لقد أصبحت الآن مطور برامج، لأن هذا هو وضع خيار المطورين. أين سنجد خيار المطورين؟ أيضا نفس الشيء، سنعود إلى السيتنج وسندخل على الإعدادات الإضافية، سنجد أنه تم تفعيل خيارات المطور، وهذه خيارات المطور تحتوي إلغاء قفل الـ OEM للسماح بإلغاء قفل البوت لاودر، وتظهر حالة البوت لاودر مغلق أو مفتوح. هذه أمور مهمة لجماعة الصيانة أو لفنيين الصيانة، وأيضا تصحيح أخطاء الـ USB. لاحظ هنا تنطيه موافقة على التعليم هنا، وسيقوم بتفعيل خيار المطورين. هذه هي خيارات المطور التي يجب على كل فني صيانة أن يعرفها ويعرف الدخول إليها بسهولة. هذا كل شيء عن خيار المطورين وما يحتويه خيار المطورين. لإعادة قفل خيار المطورين مرة أخرى إذا يعني لم تعد بحاجة له، نفس الشيء، سندخل على خيارات الإضافية، ومن ثم خيار المطورين، ومن ثم فقط سنقوم بإغلاق خيار المطورين، ونعمل رجوع مرة أخرى. إذا دخلنا إلى وضع الإعدادات الإضافية لن نجد خيارات المطورين، تم قفل خيارات المطور. هذا كل ما يخص خيار المطورين. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.